مع مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، أهلا بيك. والإسكندرية في اليوم الثالث والأخير، يوم الفرصة الأخيرة كما يطلق عليه، ما هو المشهد؟ يعني بعد التحية ليكي ولضيفك الكريم، المشهد في محافظة الإسكندرية النهاردة كانت فيه بداية قوية جدا من الساعات الأولى لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية. يعني كان فيه يعني حضور مكثف من الناخبين أمام اللجان. يعني هنا كنا موجودين يعني من الساعة 8 و8 ونص، وكان فيه عدد كبير مستني يدخل اللجان وفتح اللجان الانتخابيه اللي فتحت بالظبط في ميعادها الساعه 9 صباحا. وبعد كده بدا توافد يعني الناخبين داخل اللجان لإدلاء باصواتهم والمشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. النهارده الصبح كان في يعني بعض الامطار موجوده على يعني بعض الاماكن والشوارع والميادين في محافظه الاسكندريه، وبعد كده بالفعل المحافظه قامت بدور كبير بشفط الميه من الشوارع علشان ما يحصلش تكدسات وما يحصلش زحام تعيق اهالي اسكندريه للوصول الى المقار الانتخابيه. احنا بنتكلم على يعني كتله تصويتيه كبيره في محافظه الاسكندريه، 4 مليون و300 الف ناخب على 18 لجنه عامه و340 مركز انتخابي و530 لجنه فرعيه. الحقيقه المشهد في محافظه الاسكندريه مشهد يعني لا يختلف كثيرا عن امبارح واول امبارح، دايما في اقبال ودايما في يعني كثافه عدديه موجوده داخل محافظه الاسكندريه، بتختلف بالتاكيد على مدار اليوم. الساعات الاولى بتكون فيها ازدحام شديد في اول اليوم، وبعد كده بتبدا العمليه الانتخابيه او القبول داخل اللجان بيبدا يخف، وبعد كده بعد يعني ساعه الاستراحه من بعد الساعه 4 بيبدا طبعا الاقبال بيزيد مره ثانيه وبيصل يعني الى قوه من الكثافه داخل اللجان او المقرات الانتخابيه قبل غلق اللجان بحوالي من نص ساعه لساعه. يمكن المشهد الانتخابي هو بيصير بشكل منتظم جدا وبشكل مرتب جدا، الجميع ملتزم بقواعد العمليه الانتخابيه. يعني بيخش من باب اللجنه يعني بعد ما بيبرز البطاقه الشخصيه، وبعد كده بيخش اللجنه اذا كان في مشكله بيساعدوا فيها القاضي المستشار، وبعد كده بيدلي بصوته يعني في كل حريه وبكل سريه، وبعد كده بيغادر اللجنه عشان يعني اللي بعديه وتتوالى العمليه الانتخابيه. الحدث الابرز برضو امبارح كان موجود يعني وفد من ائتلاف نزاهه لمتابعه الانتخابات الرئاسيه، واتكلمنا معاهم وكان ليهم انطباع ايجابي جدا على العمليه الانتخابيه وسير العمليه الانتخابيه والتنظيم والتنسيق ما بين المحافظه وبين الجهات المعنيه، سواء كانت يعني وزاره الداخليه او وزاره التنميه المحليه او جميع الوزارات والهيئات داخل المحافظه، علشان يكون المشهد اللي حضراتكم شايفينه خارج بشكل منظم. فكانت ليهم مشاهده كبيره وطابع وانطباع ايجابي على سير العمليه الانتخابيه، وكان ليهم برضو اندهاش على يعني مشاركه الشباب الكبيره ومشاركه السيدات، على الرغم من يعني كان في سيدات يعني جايه على كراسي متحركه، وكان في اصحاب يعني رجال سن كبار وسيدات كان برضو يعني عندهم مشاكل صحيه، لكنهم اصروا برضو ان هم يجوا ويشاركوا في العمليه الانتخابيه. ده بفضل طبعا يعني اصرارهم وتاكيدهم على ان الصوت المصري لازم يكون متواجد داخل صناديق الاقتراع. ايضا كان هناك زياره لمحافظ الاسكندريه لجميع مقرات الانتخابيه داخل المحافظه للاطمئنان على سير العمليه الانتخابيه وتفقد العمليه الانتخابيه وتلقي اذا كانت هناك شكاوى للمواطنين. يمكن احنا على مدار الثلاث ايام لم نرصد اي تجاوزات او اي يعني خروقات او اي يعني معوقات تعوق العملية الانتخابية، الجميع ملتزم جدا بالتعليمات علشان يكون المشهد اللي حضراتكم شايفينه قدامنا ده هو المشهد المسيطر يعني والمسيطر داخل محافظة الإسكندرية. المشهد يسير بشكل منتظم جدا وبشكل هادئ. نتوقع ان النهاردة اليوم الثالث والأخير يكون فيه نسب إقبال أعلى مما كانت عليه في اليومين اللي فاتوا. نعم، شكرا جزيلا لك محمد الخطيب من الإسكندرية.